السلام عليكم متتبعين قناة بنت لالة نجية. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون على جلابة مخزنية اللي طلبات ليا واحد الاخت اتصلت بيا اللي كنعرفها يعني من العائلة، وهي خياطة وبغات تخيط ليها ولبنتها، وحتى السيدة اللي كانت طلبات ليا بغات قندورات يعني قناطر ديال الدار. ان شاء الله باذن الله سنحطهم لكم باذن الله الطريقة ديال جلابة مخزنية. وواحد النصيحه نتمنى ان شاء الله تقبلوها مني، وما يعني نتمنى ما نكونش يعني كنكثر معكم في يعني كنهضر بزاف، كنهضر فقط غير على حساب شي حاجه اللي غتستافدوا منها، يعني ماشي الغرض ديالي وربي كيشهد عليا، ماشي الغرض ديالي باش نطول الفيديو ولا باش نربح ولا شي حاجه. الربح ديال الله سبحانه وتعالى احسن ليا من كل شيء. اذا بالنسبه للجلابه المخزنيه واحد النصيحه، انا بامكاني نجي ونقطع ونقول لكم هنايا وصافي نكمل الفيديو ديالي وصافي وسالينا، لكن بغيت يعني حتى الدعوات ديالكم صراحه كيفرحوني، وهذا الشيء اللي كيخليني انني نعطي الاسرار، داك الشيء اللي كنعرفو كنعطيه لكم، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه، وربي كيشهد على هذا الكلام اللي كنقول لكم. اذا جلابه مخزنيه، الفرق بينها وبين جلابه يعني جلابه ديال الصيف وديال البرد كاين واحد الفرق، صافي كاين واحد الفرق بغيتكم تعرفوه. اذا جلابه ديال الفصاله ديال الجلابه ديال البرد وديال الصيف شنو هو هذا الفرق؟ جلابه ديال البرد ما كنطيحوش الكتاف بزاف، علاش ما كنطيحوش الكتاف بزاف وما كنديروش هنا ما كننزلوش بالرباع ديال السيده، يعني مثلا الرباع ديال الصدر ولا مثلا الرباع ديال الهونش ديالها ولا ما كننزلوش به، يعني ما خصش تكون التركيز ما خصوش يكون كبير. بشحال كننزلو في التركيز؟ كننزلو بنصف الكتيف، نصف ديال الكتيف ديالكم شحال ما عندكم. هادشي انا ماشي موضوع ديالي، زعما انا كنفصل هنايا التوب خفيف ماشي غليظ، ولكن بغيت نعطيكم هاد المعلومه. اذا هنا كنشوفوا العرض ديال الكتيف، كناخذوا النصف ديالو، النصف ديال مثلا عندك 40 كتاخدي 20 مثلا، هذيك ال 20 هي اللي كتهبطي بها كتضيفي عليها 3 سنتيم او 4 سنتيم باش تكون راحه، يعني هذه بالنسبه للصغر ولا الكبار راه كتجي مزيانه. بالنسبه هذه كنتكلم على الجلابه ديال الشتا ديال البرد هي اللي كنتكلم عليها حاليا. بالنسبه للكتيف شحال كتضيفوا عليها؟ بالنسبه للكتيف هنايا ما كنضيفوش بزاف، شحال كنضيفوا؟ كنحطوا نصف الكتيف زائد 10 سنتيم. بالنسبه للصغار هذه كنتكلم بالنسبه للصغار نصف الكتيف زائد 10 سنتيم، بالنسبه للكبار نصف الكتيف زائد 14 سنتيم. هذه جلابه ديال الشتا اللي كنتكلم عليها. دابا غادي نفصلوا ديال الصيف، هذه ديال الشتا ان شاء الله غنخدم معكم جلابه ديال الشتا باذن الله. دابا كنخدموا ديال الصيف، يعني ماشي ديال هي هاد الثوب هذا اللي كان حاضر عندي انا غير باش نشرح لكم فقط، يعني راه ديجا انا هادشي كامل راه كتعرفوا الخياط راه ضروري كيكون مخيط بزاف الانواع، لكن انا بغيت نشرح للسيده وما فيها بس حتى نتوما تستافدوا ان شاء الله كيفاش نخدموا الثوب اللي كيكون نازل. ما عندكمش مشكل انكم تطيحوا الكتاف بزاف، يعني ما فيش مشكل واخا يكون الكتف طايح بزاف ماشي مشكل، علاش؟ لان الكتف ديال السيده ولا ديال البنيته من تيكون الثوب نازل الكتف ديالها هو كيرفع داك الثوب، ما كيخليه ما كيجيش من تحت الابط مخنشش كما كنقولوا، ولا كيجي من فوق بهذا الشكل. عكس ان الثوب ديال البرد الا كان الكتف طايح بزاف وكان التركيز حتى هو نازل بزاف راه كيعطينا واحد الثوب كيجي من هنا من فوق من هنا، يعني كتجي الجلابه بحال اللي بحال هكذا كتجي منفوخه، كتعطي واحد المنظر الصراحه ما زوينش. بالنسبه ديال الصيف اولا ديال الثوب اللي كيكون نازل بحال المليفه بحال الكريب بحال مثلا هذا، يعني الكريب هذا الكريب راه فيه انواع، هذا واحد النوع من انواع الكريب كيكون شفتوا معايا الثوب كيفاش كيكون نازل، يعني ما عندناش مشكل الا كان الكتف طايح. هذا ريحانه، يعني كيف كتشوفوا معايا حتى هو الثوب ديالو راه كيكون نازل، يعني ماشي مشكل بحال هاد الانواع ماشي مشكل ان ديروا الكتف طايحين. صافي بالنسبه للجلابه ديالنا اليوم، والجلابه اللي بغات الاخت هي جلابه بعثات لي الصوره اللي غادي نحطها لكم في المينياتور، بغات جلابه ديال نهيله باغبي، بغات هذاك الموديل قالت لي عجبني وبغيت نخيطو ليا ولبنتي واعطيني الطريقه. اذا اخواتي الطريقه هي ناخذ الدوره ديال الحوض هو اللي غنخدمو به، يعني اكبر عدد عندنا نشوفوا المنطقه اللي عندنا كبيره، مثلا واش الحوض واش الصدر ولا الحوض على حسب العدد اللي كبير عندنا هو اللي غنخدمو به. كنشوفو هنا يا اما الصدر، يعني غالبا ما تيكون غالبا ما كيكون الحوض، ولكن بعض المره يعني كتكون السيده عندها الصدر كبر من الجهه السفلي، يعني كيكون هنايا كيكون كبر من التحت،
داكشي كنقول لكم كل وحده وعندها الفصله ديالها، يعني ما يمكنش نفصلوا واحد الشكل كيمشي لكل شيء، يعني كاين شي حاجه اللي ما كتجيش مع كل شيء. اذا كنشوفوا القياس ديال الصدر، اولا مثلا عندها البطن اللي كبير ولا على حسب، اولا الحوض. صافي، دابا انا خديت المقاس للبنيسه ديالي الصغيره، لقيت الحوض هو اللي كبير، يعني هاد الدوره هذه هي اللي كبيره. شنو غادي ندير؟ كناخد السنتيم لاصق لاصق. كاينه طريقه اخرى ان شاء الله نعطيها لكم، ديال فوق اللي كتجينا كناخذوا العبار فوق الدرع هنايا، يعني دوره الصدر فوق الدرع، دوره الحزام فوق الدرع، وهنايا كذلك فوق الدرع، هذيك بوحديتها. لكن دابا غادي ناخذوا هذا المقاس، هذا ناخذوا الدوره ديال الحوض لاصقه. صافي، كيف كتشوفوا معايا الدوره ديال الحوض تكون لاصقه، ما تكونش مرخوفه. شحال ما لقيتوا في الدوره كامله كتقسموا على أربعة، اتفقنا؟ كتقسموا على أربعة، الخارج اللي خرج ليكم. انا عندي هنايا 15 سنتيم، كنحط 15 سنتيم هكذا، عندي 15 غادي نحط 15 سنتيم ديالي. كتشوفوا معايا بالنسبه للثوب، سمحوا لي ما ذكرتش لكم الكميه، عاد نتكلموا على المقاسات. اذا الكميه ديال القماش شحال غادي تحتاجوا؟ كنحتاجوا الطول، من يجي عندك السيده وتقول لك عافاك خدي لي العبار لبنتي، او مثلا السيد اللي كيخيط، تحيه حتى للرجال ولا النساء، يعني راه كلنا، يعني الخياطه هي مهنه شريفه من عهد الانبياء. ادريس عليه السلام كان خياط. اذا هنايا كناخذوا الطول ديالنا، طول زائد الطول ديالكم زائد 6 سنتيم او 8 سنتيم. علاش غنزيدوا هاد 6 سنتيم ولا 8 سنتيم؟ ما تنساوش ان راه العطفه اولا الثانيه ولا لوغلي ديال الجلابه، اتفقنا؟ زائد الطول ديالكم. علاش الطول ديالكم؟ وحنايا ما غاديش نحتاجوا، يعني الطول تاخذوه كامل، كناخذوش غير داك القياس اللي هذا، تاخذوا الطول كامل. علاش؟ لان الثوب بعض المرات كيكون عندنا من كنشريو كيكون ماشي مقاد، وحنا كنضطروا اننا نقادو، بالتالي كينقص لنا واحد القيمه من الثوب. يعني هادشي اللي قلت لكم اللي كاين هو اللي غادي تاخذوه ديال الثوب. كناخذوا الطول ديالنا زائد الطول ديالكم زائد 6 سنتيم او 8 سنتيم، والافضل خذوا 8 وهنيو راسكم، يعني 8 تكون احسن. صافي، هادشي اللي كاين بالنسبه للثوب. طويتو من الجهه ديال الطول، يعني الجهه ديال الطول، من كنقول الجهه ديال الطول، شوفوا معايا هي الحاشيه، عند الحاشيه هنا راه الظهر هو هذا. بالنسبه اللي كنقولوا ديال على العرض، راه كيكون الحاشيه كتكون تجينا من الفوق ولا من التحت، كنفصلوا حنا هكذا. دابا حنا كنفصلوا بالطول، كنطوي الثوب بهذا الشكل هذا، كيف كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. كنخلي سنتيم هنا، راني خليت سنتيم، تشوفوني يعني وضعت واحد العلامه، هذه راه غادي تقطع هذه الحاشيه، تقطع خليت سنتيم من غير الحاشيه، شفتوها؟ هاي سنتيم ديالي. اذا غادي نجي لهنايا ونحط القياس ديالي. كيف ذكرت لكم بالنسبه للبنيسات الصغار، حنا كناخذوا قياس على العنق، سنتيم على العنق، وكنقسموا ديك الدوره على خمسة، الخارج اللي خرج لكم كتضيفوا عليه واحد سنتيم ديال الخياطه. صافي، اذا انا خرجت لي 5 سنتيم، زدت عليها واحد سنتيم، هي 6 سنتيم. غادي نخدم انا بالربع الكبير، ما غاديش نخدم لا بالكتاف ولا حتى شي حاجه، الربع الكبير هو اللي غادي نخدم به. الربع الكبير عندي 15 سنتيم، ها هي 15 سنتيم، وضعت واحد العلامه. شحال غادي نضيف على ديك 15؟ غادي نضيف عليها 10 سنتيم بالنسبه للصغار. الصغار نزيدو ليهم 10 سنتيم، الكبار كنزيدو 14 سنتيم، ممكن نزيدو حتى 15، ما بين 14 حتى 15. صافي، 15 سنتيم هي هذه، كيف كتشوفوا معايا، وغادي نضيف لها 10 سنتيم، هي هذه. نميل الكتف ب 3 سنتيم، نطيح الكتف ب 3 سنتيم. العرض الرقبه بالنسبه للكبار، دابا انا كنعطيكم الطريقه ديال الكبار والصغار مره واحده، على هادشي مزيان القواعد. اذا الكبار كنحطو هنا 8 سنتيم، وكننزلو في الخلف بجوج سنتيم. بالنسبه للصغار ما بين 1 سنتيم حتى 1.5، انا هنا نزلت 1.5 ورسمت التقويره ديالي. بالنسبه للامام، هاد القيمه هذه هي نفسها للكبار ولا الصغار، نفس الطريقه. هاد القيمه هي اللي كننزلو بها ابتداء من هاد الخط، ما تحسبوش، هذا راه غادي تقطع، من الافضل غادي نقطعو باش تعرفوني شنو كندير. اذا هاد القيمه هي نفسها، الا حطيتو 8 نزلو ب 8 وزيدو عليها جوج سنتيم، حطيتو 6 نحطو 6 ونزيدو عليها جوج سنتيم، اتفقنا؟ انا غادي نديرها هنا في الاسفل باش ما تنساوش تقطعوها هنايا. دونك غادي نجي من هاد الخط هذا ونحط هنايا 6 سنتيم زائد جوج سنتيم هكذا، بهاد الشكل هذا. هنا نوضع واحد العلامه، ندير ليها بهاد الشكل هذا،
باش ما ننساوهاش. صافي، اذا هنايا بشحال غادي ننزل؟ هنايا في التركيز شحال غادي ننزل؟ بل التركيز شحال غادي ننزلو من جهة الكثيف حتى لهنايا؟ كنزلو بالربع، الربع بدون اضافه خياطه، يعني الربع ما كنضيفوش عليه حق الخياطه. هنا هذا 10 اللي زدت غادي نزيد عليها 1 سنتيم ديال الخياطه. نزلو بالربع يعني سواء الصغر ولا الكبار. في المثال عندك الربع في 28، كنتكلم دابا على الكبار، مثلا عندك الربع في 28 نزلي ب 28، بغيتي تنقصي منها شي سنتيمات الا جاتك بزاف نقصي منها، ولكن هذه زعما هي القاعده باش تخدمي الجلابه اللي يكون الثوب ديالها خفيف. اذا هنايا غننزل بالربع ديال البنيسه، الربع ديال البنيسه عندها 15 سنتيم، غادي ننزل 15. صافي، ها هي 15 سنتيم. غناخذ دابا هاد 15 نلاقيها مع هادي هكذا. ما نلاقي هاد النقطه غنتكلم لكم على اسفل الموديل شحال غادي ديروا في الجلايل. الجلايل كنحطوا الربع زائد 5 سنتيم باش ما تجيناش ضيقه من التحت بزاف، يعني واخا يكونوا فيها الافتتاحات ولكن عاود ما تجيش مجموعه بزاف. صافي، ممكن ما تضيفوش داك الخمسة، يعني فقط تزيدوا 3 ولا 4 سنتيم، لكم الاختيار. المهم انا الطريقه اللي كنخدم بها هي اللي كنعطيكم، والموديل اللي صيفطت لي السيده بالضبط. انا دابا حددت النقطه ديال يعني اسفل الموديل 15 سنتيم، يعني الربع هو اللي حطيته في الجلايل، يعني الربع هو اللي حطيته في الجلايل بدون اضافه خياطه. انا كنعاود نكرر، يعني بدون اضافه خياطه، الربع زائد 5 سنتيم ديال اللي زدت في الجلايل فقط. هانتوما ها هي 15 سنتيم كيف كتشوفوا معايا، 15 سنتيم اللي حطيت تحت لهنايا وضفت عليها 5 سنتيم، هي اللي زدت فقط، زدت عليها 5 سنتيم كيف كتشوفوا معايا. غادي ناخذ دابا نلاقي من نقطه الكتف، سمحوا لي على هذه الاضاءه، غادي ناخذ من نقطه الكتف وغادي نمشي مباشره حتى لعند هاد ال 5 سنتيم. صافي، طريقه سهله بزاف. في دابا راني لاقيت هذه النقطه مع هذه مع اسفل الموديل كيف كتشوفوا معايا. بقى لينا دابا هذا الطول كيفاش كنطلع في الجناب بالنسبه للناس اللي جداد، الاعمال اللي قدامين تبارك الله راه حفظوا معايا الطريقه ديال اخذ المقاسات، حفظوا الحمد لله. هانتوما كتحطوا، انا هنايا راه حطيت غير الطول زائد 4 سنتيم، راه ما ضفتش بزاف، عندي الطول 80 سنتيم وزدت عليه 4 سنتيم، اتفقنا؟ هذا الشيء اللي كاين. ممكن الا كنتو كتقطعوا في السرجي بزاف، بالنسبه للمبتدئين الا كتقطعوا في السرجي بزاف من الاحسن خليو ما بين 5 سنتيم حتى 6 سنتيم، زيدوها على الطول. هنايا كنحطيت الطول كيف كتشوفوا معايا، وغادي نبدا نطلع هكذا بالسنتيم، السنتيم نخليه في البلاصه ديالو ما بين الرقبه والكتف، يعني في هذه البلاصه هذه. كنبدا نقاد الموديل ديالي شحال تقريبا، هنايا شي سنتيم اللي طلعت فقط. كاين اللي ما كيطلعش في الجناب بالنسبه للجلابه مخزنيه، لكن انا ضروري نطلع في الجوانب، علاش؟ باش ما يجيناش داك القنيسات نازلين. هادشي اللي كاين اخواتي. اهم حاجه عندي هو طريقه الفصله، لان الفصله مهمه بزاف، اما الخياطه راه باش ما خيطتو ما كاينش مشكل. دابا من بعد ما كملنا غادي نجي نقطع دابا الموديل ديالي. صافي كملنا، غادي نضيفو له حق الخياطه، ما نضيفو حتى شي حاجه، دابا الزياده راه كاينه، كلشي هو هذاك. واحد المعلومه حتى هي نضيفها لكم بالنسبه لهاد الموديل دابا اللي عطيتكم، هذا راه كي يعني كيمشي كيجي مع الغليظه وكيجي مع الرقيقه، يعني كيناسب لكل شيء، كيجي مع اللي غليظه ومع اللي رقيقه نفس، يعني ما كاينش مشكل. صافي اخواتي، غادي نقطع دابا الموديل باش ندوزو نفصلو لكم. قطعت دابا التقويره ديال الخلف كيف كتشوفوا معايا، غادي نمشي نقطع هذه الجهه ديال الامام. بالنسبه للفتحه شحال كنخليو، الكبار نحسبو نخليوها 35 سنتيم، نصف طوق الا بغيتو تخليوها نص طوق، بغيتو تخليوها مسدوده غتبداو من هاد الجهه هادي. الا بغيتو الجلابه تجيكم مسدوده، انا هنا حيت بغيتها تجيني محلوله في الامام، الا بغيتوها تجي مسدوده غادي تجيو تخدموا من هاد الجهه هادي، الجهه اللي مسدوده. صافي، ولهاد الحاشيه وهادي تكون من الجهه الاخرى. هادشي اللي كاين. بالنسبه دابا قطعنا الامام والخلف، شحال غادي تخليو هنا بالنسبه ل عفوا هاد نص طوق، نص طوق هنايا يعني كيبقى اختياري، ولكن نعطيكم نسهل عليكم شويه. بالنسبه دابا للصغار 20 سنتيم، 20 بالنسبه لهم مزيانه، ولكن ماشي كلشي، يعني شوفوا القياس اللي مناسب، غادي تحطوا السنتيم هنايا وشوفوا القياس اللي بغيتوه. صافي، وغادي تنقصوا منه هذيك القياس اللي قطعنا، يعني منها تحطوا في الكتف غادي تحسبوا من الكتف. هادشي اللي كاين.
بالنسبه للكبار راه معروف من حد التقويره كنحسبوا 35 سنتيم الا بغيتوها نص الطوق، اما الا بغيتوها كامله مفتوحه كتخليو هنا ملي كتجيو تخيطوها كتخليو واحد القيمه ديال 7 سنتيم، ما بين 6 ولا 7 سنتيم اللي كتخليوها. بالنسبه للتقويره ديال الخلف ديال الامام راني ذكرتها لكم ديال الكبار. صافي اخواتي هادشي اللي كاين، نتمنى ربي ما نكونش نسيت شي حاجه. صافي دابا غادي نقطع الموديل باش كنجيو نفصلو لكم كيف شفتوا معايا. انا وضعت واحد العلامه هنايا، صافي قلت لكم 15 سنتيم 15 سنتيم. هنا راه غادي نقص لينا سنتيم ديال الخياطه او سنتيم ونص، غنجيو لهنايا ونزيدو ديك سنتيم ونص، غادي نضيفها هنايا سنتيم ونص، غنزيدها لهنايا في الاسفل باش مني تخيط الموديل يلا يجيني التركيز يجيني هو هذاك. هنايا غادي نجي نحسب القيمه ديالي، ما نحسبش هنا سنتيم، ما غاديش نحسبه، وغادي نحط لكم هو هذا اللي كتشوفوا معايا هاد البلاصه هذه من هنا لهنايا، وشوف القياس ديالي اللي بغيت. صافي القياس راه هو هذاك، القيمه اللي بغيت هي هذه. صافي دونك هذه ما نحتاجوهاش حين، غادي نحيدوها. غادي نجي نشرح لكم دابا لكم القياس اللي زدنا حنايا في الكتاف اللي حطينا حنا في الكتيف اللي هي 10 سنتيم، داكشي اللي زدته كيف ذكرت لكم بالنسبه للكبار قلنا كنزيدو ليهم. هنا راني زدت غير 10 سنتيم على على الربع، يعني الربع زدنا عليه 10 سنتيم. صافي هنايا ديك ال 10 سنتيم اللي زدناها في الكم غادي اللي عفوا زدناها في الكتاف، اللي زدناها في الكتاف غادي نقصوها من الكم. الكم عندها 36، هتشوفوا كل واحد يشوف المقاس ديالو. انا بالنسبه للبنيسه عندها الكم 36 سنتيم، 36 غادي نقص منها 10 سنتيم. صافي نقص منها 10 سنتيم، اسمحوا لي ما كيبان لكمش، نقص منها 10 سنتيم. شحال غادي يبقى لي؟ غادي يبقى لي هنايا 27 سنتيم تقريبا، هي 27 سنتيم، هي هذه 27 سنتيم، غادي تبقى قل من 27 سنتيم. 36 هي هذه ناقص 10 سنتيم اللي زدناها، غتبقى ليا 26 سنتيم، هي هذيك 26 سنتيم. هاد 26 سنتيم غنضيف ليها جوج سنتيم اللي غادي نضيف لها، او نزيد لها 3 سنتيم من الافضل. علاش؟ لان نقدروا ما نخيطوش غير سنتيم في الكتف وهنايا، نقدروا نخيطوا اكثر. بالنسبه الى كنتو غادي ديروا ليها التنيه باليد هكذا تزيدوا اكثر، تزيدوا 4 سنتيم. اما الا كنتو غادي ديروا فيها السفيفه غادي نضيفوا غير 3 سنتيم كافيه، السفيفه ولا الطرسان اللي بغيتو. انا هذا القياس هذا قلنا 26 غادي نضيف ليه 3 سنتيم فقط، 3 سنتيم. انا نقدر ندير فيه غير السفيفه بوحدي زعما ما تكونش بزاف. هنايا كتختاروا القيمه اللي بغيتو، هنا الوسعيه اللي بغيتو. بالنسبه للكبار كنديروا حتى ل 20 سنتيم، كتجي جليبه شويه عريضه، كتجي كتعطي واحد المنظر جميل. بالنسبه للصغار على حسب. بالنسبه للبنيسه دابا باش الا بغيتو تخدموها لخمس سنوات راني ذكرت لكم المقاس، العنق عرض الرقبه درت فيه 6 سنتيم، الخلف نزلت في التقويره نزلت بواحد فاصله خمسة، وفي الامام ديك 6 زدت عليها جوج سنتيم هي 8 سنتيم. حطيت الربع، الربع ديال الحوض 15 سنتيم وزدت عليه 10 سنتيم زائد 1 سنتيم ديال الخياطه. صافي او داكشي اللي حطيت راه هو نفسه اللي ذكرت لكم دابا. القياسات اللي بغيتو تخدموها لهاد العمر هذا تخدموها ليها. بالنسبه للاسفل راني حطيت له 15 سنتيم زائد 5 سنتيم ديال ميني دراحه ديال الفتيحه، الفتحه ما ذكرتهاش لكم، غادي نهضر عليها دابا ني سمحت لي تفكرتها. عفوا سمحوا لي ما كرهتش نحط لكم حتى الطريقه الخياطه، لكن شويه مشغول عندي شويه الشغل، غير ما بغيتش يعني السيده واقفه على هذا الموديل وقلت غادي نشرحوا لها بالزربه عاد نمشي نكمل الشغل ديالي. اذا عندي هنايا الفتحه منين كنبداو نحسبوها، هاد القيمه اللي زدناها ديال لوغلي ما كنحسبوهاش، صافي ما كنحسبوش هذه، وكنبداو من هاد النقطه اللي هنايا. هنا درت ليها تقريبا شي 17 سنتيم على الاظن، هي هذيك 17 سنتيم في الفتحه. بالنسبه للكبار 26 ولا على حسب اللي بغيتو نتوما، بالنسبه للكبار غالبا ما كيكون فيها 26 سنتيم. صافي اخواتي هادشي اللي كاين. عرض الكم غادي ندير فيه 12 سنتيم هنايا، يعني كنتكلم على هاد البلاصه هادي. ان شاء الله فاش نخيطها غادي نوريها لكم ملبوسه، ملبسها للبنيسه غادي تشوفوها.
هنا العرض ديالها، انا كتشوفوا القياس المناسب ليكم. انا هنا درت 12 سنتيم، وغادي نلاقيها مباشره مع هذه النقطه هذه. هنايا واحد الحاجه مهمه، هذه البلاصه هذه لازم نقطع لكم الكم باش يكون واضح ان شاء الله. اذا هذا هو الكم. واخا بالنسبه للكم العادي حنا كنطلعوا بديك القيمه اللي كنذكر لكم دائما، يعني هاد العدد كنقسموا على جوج هو نفسه كنطلعوا به. دابا المخزنيه لا، المخزنيه جوج سنتيم فقط، يعني ما بين جوج حتى لثلاثة سنتيم ما كنفوتوهاش، غير جوج سنتيم وراهي مزيانه. بالنسبه للكبار ديروا ثلاثة. من هنا هاد راه الجهه اللي مفتوحه في الكم، الجهه اللي مفتوحه هذه مسدوده. هنايا غادي ندير غير جوج سنتيم ونلاقيها مع هاد القنص هذا بهذا الشكل هذا. هذا هو التركيز ديال الجلابه المخزنيه. صافي، هنا غنعاود نحط العبار لانني قلبت الكم باش يبان لكم. نحط هنا 12 سنتيم. هنا العرض راه كيبقى اختياري. هانتوما هذا هو الكم ديالنا، هو هذا. ندوزو دابا للطريقه ديال القب. كنجيو نخدمو القب. بالنسبه للقب ذكرت لكم شحال من مرات، ولكن هاد المره غادي يكون ماشي شي اختلاف الصراحه، غير هو شويه كيجي اللي بغاه يديرو كبير يديرو كبير، ماشي مشكل. اذا كيفاش غادي نخدم القب؟ هاد الجهه راه هي مسدوده، ها اللي كي السطح ديال القب هو هذا. وبعض المرات الا ما كانش كافي الثوم ماشي مشكل، راه كتكون فيه خياطه. اذا هنايا الطول ديال القب، هاد الجهه اللي كتجينا على الوجه، هنايا كنحطو عرض الكتيف زائد جوج سنتيم. عرض الكتيف زائد جوج سنتيم، يعني شحال ما عندكم البنيسة عندها هنايا 26 سنتيم، ضفت ليها جوج سنتيم، صافي زدت ليها جوج سنتيم، هي 28 سنتيم. بالنسبة للكبار نفس الطريقة، إلا بغيتو هاد القب هذا راه كيجي لكل وحدة كيجي لها المقاس ديالها بالضبط. أما إلا بغيتو الستوندار يعني جميع المقاسات، بالنسبة للكبار السطح كديرو فيه 32، وبالنسبة لهنايا كديرو فيه 44. صافي نفس القيمة، هنايا كنحسب التقويرة السطح شحال كندير فيه. هنايا بالنسبة إلا بغيتو يكون العبار مضبوط ما تلفوش، إذا أنا السطح شحال حطيت فيه؟ حطيت التقويرة ديال الخلف زائد الأمام بهذا الشكل هذا. هذه راه الخلف، يعني الظهر حسبتو، كتحسبو الظهر ديالكم من هنايا حتى لهنايا، أنا عندي 7 زائد التقويرة ديال الأمام بهذا الشكل هذا هكذا، يعني 19 سنتيم في المجموع. تقويرة الأمام زائد الخلف هو اللي كتحطوه في السطح ديال القب، كتضيفو عليها 4 سنتيم. صافي تحطو تزيدو عليها 4 سنتيم في السطح. بالنسبة للطول هنا راني ذكرتو لكم، وكتجيو لهاد البلاصة هذه وكتحطو تقويرة ديال الأمام زائد الخلف، كتحطوه هنايا تقويرة الأمام زائد الخلف، اتفقنا؟ صافي هاد القيمة هذه بشحال كنطلعو؟ هاد العدد اللي عندنا كنقسمو على 4، العدد اللي طلع لنا بالنسبة للكبار باش تكون يعني تقريبا ستوندار كنطلعو بعشرة سنتيم. صافي هنايا غنقسم هاد العدد على 4، اللي العرض ديال الكتف 26 سنتيم، قسمها على 4 شحال ما خرجت لي هي اللي غادي نطلع بيها. هنا تقريبا يعني 6.5، انا ندير 7 سنتيم، طلع بسبعة بهذا الشكل هذا. غادي نلاقي هاد النقطة مع هادي، هنا فاش كنطلعو في هاد الطلعة هادي راه بحال اللي كيتزاد لينا العبار، تأكدوا منه. نقاد الخط ديالي بهذا الشكل ونلاقي هاد النقطة مع هادي مع السطح ديال القب. هانتوما سمحوا لي الا كنزرب لان ما كنتش عوالا نصور. هكذا كنحطو المقاس وكنعاودو نتأكدو منه واش كاين نفس القياس. شاركت ليكم كيتزاد القياس، كيتزاد. دونك غادي نشوف هنايا 19 ديالي كما هي، نزيد ليها جوج سنتيم على جوج سنتيم، سنتيم من هنا ديال الخياطة سنتيم من هنا ديال الخياطة، 19 زائد جوج سنتيم هي أصلا كتزيد راسها لراسها، هي خرجت ليا نيشان. صافي ها هو القياس ديالنا هو هذا. كناخدو هاد المسافة نقسموها على 2، صافي تقسموها من الأحسن المبتدئين قسموها يعني بالسنتيم. أنا هنا قسمت غير بعيني ميزاني هكذا، صافي ماشي مشكل. صافي وهاد المسافة نعاود نقسمها على زوج،
هذه نقسمها على زوج. هنا كننزل بواحد سنتيم، الجهة اللي طويلة كننزل بواحد سنتيم، وفي هاد البلاصة كنطلع بواحد سنتيم، صافي كنلاقيهم. كنجي من هنايا نجي حتى الوسط، ومن الوسط كنمشي من هنايا ونجي لهاد القنت هذا، صافي ها هو القب ديالنا هو هذا. طريقة جد سهلة. بالنسبة لبغيتو ديرو ليه دوك السميطات، هنايا هاد السميطة اللي كنفينيو بها القب اللي كتكون لاصقة هنايا، العرض ديالها 4 سنتيم والطول ديالها كديرو ما بين 11 سنتيم حتى 12 سنتيم، ديك السميطات. صافي هادشي اللي كاين اخواتي، ها هو القب ديالنا هو هذا، الكمام وجليلبة ديالنا ها هي، هذا راه الظهر، وهذه الجهة ديال الامام بهذا الشكل. لكم راه طريقته سهله. هنايا علاش طيحنا ديك جوج سنتيم؟ باش الكم ديالنا كيجي مضبوط، ما كيجيش طالع في السماء، كيجي بهذه الطريقه، كيجي نازل وكتجي جليلبه رائعه ان شاء الله. فاش مخيطه غادي نوريكم اخواتي الطريقه ديال، نوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله شي مره، نوريكم طريقه الخياطه ديال الطرسان والسفيفه باذن الله. سمحوا لي اخواتي الا ما حطيت لكمش طريقه الخياطه لانني مزروبه شويه، كنعتذر. شكرا لكم اخواتي، واهم حاجه هو الفصاله اللي عطيتكم دابا وبعض المعلومات، نتمنى تكونوا استفدتوا منها. شكرا اخواتي بزاف على التعاليق الرائعه، والله العظيم اللي كتفرحوني بزاف، وبالاخص دوك الدعوات اللي كديروا معايا، شكرا لكم ولكم بمثلها ان شاء الله باذن الله. كنشكركم بزاف بزاف، ونقول لكم السلام عليكم. ما كنسخش بكم اي حاجه طلبتوها لي، راه كنلبي لكم الطلب ديالكم. سمحوا لي الا ما حطيتش طريقه الخياطه مره اخرى ان شاء الله. السلام عليكم اخواتي.